حسين حتى خد مكاني ولا لسه؟ محدش خد مكانك، بس انت مش هتاخديه تاني. ما خلصتش كده يا ابن الخال. انا اعتبر البضاعة ام 40 مليون اللي انت سرقتها حسنة نافعه ويثبتها برضو، بس ما تمدش معايا بحور العداوة عشان اخولي ضيق. مشكلتك يا عزوز انك شايفني عدوك، مشكلتي اني مش شايفك اصلا. بس ما تزعلش بعد كده. انا مش هزعل، بس مش عايزك انت كمان تزعل. وانا مش هغشك، بس المرة الجاية هديلك في وشك. افتكر دايما يا عزوز حاجتين اتنين. الحاجة الاولانية محدش هيستحملك اكتر من امك، والحاجة التانية انا مش امك. وانتوا كنتوا فين؟ والبضاعة راحت فين؟ عمتي مراسي. عينين مراسي قمر تطاع يا حبيبي، يعنينا عين مراسي من جوه. والله والله انا صعبان عليا كل اللي جرى فيك، بس انت شايف انا وليا واهرني من جوه اعمل ايه؟ بس انت لو دخلتني معاك في تجارتك هقطعهم كلهم، وابقى معاك وابقى عمتي الكبير. اللي تأمري بيه يكون يا عمتي، مش عشان انا شفت منك حاجه حلوه، لا، عشان عظم التربه. الله يرحمه حبيبي، حبيبي يا زين اصيل برضه. لا، وهتحبيني اكتر لما نور كشاف في وشك. فين يا زين؟ فين؟ بص كده يا عمتي، شوفي مين دول. ايه ده؟ مش جاب زينهم لسلامة جوز اخته فرج؟ وبعدين هو مش سلامة طفشان ومحدش عارف له سكة؟ لا طفشان ايه؟ ليه بيشوف الصورة اللي بعدها؟ لا، ده جوزه بنت سلامة دينا لزينهم ابنك، وطبعا انت عارفة ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيموتوا الواد ويخلصوا منه ويورثوكي. يا نهار اسود! يا مش ممكن! يا نهار اسود ومنيل! كارثة! يا لهوي! ازاي؟ زينهم ابني يعمل كده؟ تخيلي! زينهم زينهم